أهلا بكم. في القصير المعارك محتدمة بين جيش نظامي يقول إنه أعاد الأمن والاستقرار إلى مناطق واسعة في المدينة، وما بقي يستلزم وقتا قليلا للنصر، وبين مسلحين يتوعدون بحرب استنزاف. صدى معارك المدينة الاستراتيجية سمع فجرا على الحدود العكارية، وتحديدا قبالة منطقة أكروم، حيث سجل 8 إصابات بينهم 4 قتلى من المسلحين السوريين أدخلوا إلى الأراضي اللبنانية، فيما تجددت الاشتباكات في طرابلس بعد هدوء صباحي تزامن وانتشار الجيش، وأوقعت قتيلا و4 جرحى. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر مقرب من حزب الله أن الحزب أرسلت عزيزات من عناصر النخبة إلى مدينة القصير، واعتقل عددا من مسلحي المعارضة بينهم أجانب. إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش السوري عن تدمير مركبة إسرائيلية عبر خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان إلى الأراضي السورية، وفيما أكدت متحدثة باسم الاحتلال تعرض المركبة لإطلاق نار، توعد وزير الأمن الإسرائيلي بأن إسرائيل لن تسكت على إطلاق النار، إلا أن معاون وزير الإعلام السوري خلف المفتاح أكد استعداد سوريا لمواجهة إسرائيل، وقال إن لدى سوريا سلاحا استراتيجيا والجيش السوري جاهز للرد على أي تهديد، وقد جرى تغيير قواعد اللعبة. ولفت في حديث للمنار إلى أن هناك أفخاخا تنصب للعدو، ويجب على إسرائيل أن تدرك أن هناك قرارا واضحا بالرد على أي عدوان دون الرجوع إلى القيادة. بعد الهدوء الذي ساد طرابلس صباحا إثر استكمال الجيش اللبناني عملية انتشار واسعة في المدينة شملت معظم محاور الاشتباكات، تجددت الاشتباكات على كافة المحاور في التبانة وجبل محسن، وعادت عمليات القنص. التفاصيل مباشرة مع الزميل رامز القاضي. رامز، ماذا في تفاصيل الوضع الميداني في طرابلس اليوم خصوصا في هذه الأثناء؟ صحيح كاترين، يعني بعدما نفذ الجيش اللبناني خطة للانتشار في الأحياء أو عند نقاط المحاور التي شهدت اشتباكات ليلة أمس بين جبل محسن وباب التباني، خرقت عملية هذه الانتشار وإعادة الهدوء تجدد الاشتباكات منذ نحو ساعة من الآن ما بين الجبل وباب التباني، ولا سيما عمليات أو طلقات القنص. عنفت هذه الاشتباكات أو المناوشات ما بين لا سيما في محاور يعني مشروع الحريري البقار، سوق الخضار والشعراني، إضافة إلى الأمريكان وطلعت العمري. هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل المدعو المواطن يعني أبو المعروف بأبو الريش، محمد سلطان أبو الريش. أيضا أصيب أحد الشبان ويدعى خالد البدوي، والذي كان يستقل أحد البساط عند دوار أبو علي، أصيب بطلق ناري ونقل على الأثر إلى المستشفى الإسلامي، إضافة إلى جريحين أيضا تم نقلهم إلى المستشفى. الآن الجيش اللبناني يعمل على إعادة تثبيت هذه الهدنة ما بين جبل محسن وباب التباني، وهو أيضا كان من المقرر أن تكون هذه الخطة الأمنية في محاولة لإعادة الهدوء. الوضع الآن كاترين يعني يمكن وصفه بالحذر، و يعني بعض الرشقات النارية تخرق هذه الأدنة، وهي ليست يعني متواصلة، بل يسمع بين الحين والآخر بعض الرشقات النارية. الجيش اللبناني أكد أنه سيرد على مصادر النيران، وهو بالفعل رد على مصادر النيران، لسيما في الخط الفاصل ما بين جبل محسن وباب التباني في شارع سوريا. بالنسبة إلى الحزب العربي الديمقراطي في جبل محسن، أكد أنه ليس الجبل أو ليس هو كطرف هو الذي بدأ بإطلاق النار، بل من باب التباني، وكذلك كرد فعل على ما يعتبرونه في القصير يعني معركة القصير. بالنسبة كاترين إلى الاتصالات السياسية المواكبة لهذه الاشتباكات في مدينة طرابلس، تسعى القيادات السياسية التي تواصلنا معها من نواب وفعاليات سياسية إلى تطويق ذيول هذه المعركة وعدم استمرارها. أيضا يعني هناك مسعى من قبل مشايخ المدينة إلى تطويق هذه المعركة، لا سيما أنها تركت أثرا سلبا على المدينة التي تشهد منذ الصباح حركة خجولة بسبب هذه الاشتباكات التي استمرت منذ ليل أمس وهدأت فجرا لكنها تجددت منذ قليل. على كل حال يعني هناك ترقب وحذر في المدينة مخافة أن تتجدد أو تعنف هذه الاشتباكات. كاترين من طرابلس، شكرا لك زميل رامز القاضي.
وفي عكار أفاد مراسلنا عن تسجيل 8 إصابات على الحدود السورية اللبنانية، معظمهم سوريون. أدخل 4 منهم إلى الأراضي اللبنانية ونقلوا إلى مستشفى حلب الحكومي، فيما يعمل على إدخال باقي الجرحى الذين يعتقد أن من بينهم قاتلين، وذلك إثر معارك عند الحدود اللبنانية السورية قبالة منطقتي أكروم ووادي خالد. ولاحقا أفادت المعلومات عن مرور سيارات إسعاف على حاجز الجيش في جبل أكروم باتجاه مستشفى سيدة السلام في القبيات، محملة بجثتي عنصرين من الجيش الحر قتلا في القصير. نبه وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن إلى خطورة الوضع في منطقة الشمال، مؤكدا أن الانفلات الأمني الذي تشهده المنطقة منذ أيام من شأنه أن يضع مصير البلد برمته على المحك. ودان غصن بشدة التعرض للجيش اللبناني، وقال إن سقوط شهداء وجرحى في صفوفه لا يثني المؤسسة العسكرية عن القيام بالدور الوطني الكبير المنوط بها، مؤكدا أن الجيش مستمر في القيام بكل ما من شأنه حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها مهما غلت التضحيات. ورأى أن الاستهداف الذي تعرض له الجيش جاء كنتيجة حتمية لبيانات التحريض والحملات المتجددة على المؤسسة العسكرية والتي تحفل بها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وقال يخطئ من يظن أن بإمكانه من خلال هذه الحملات التحريضية إشاحة الأنظار عن حقيقة ما يقوم به المسلحون في طرابلس، أو أن يردع الجيش عن تصميمه على مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة. وحذر غصن من محاولات استيراد الفتنة، مؤكدا أن نارها ستطال الجميع ولن تستثني أحدا، وأن قرار الجيش اللبناني حاسم في هذا المجال، وهو سيكون بالمرصاد لكل ما يحاول جر لبنان إلى آتون الفتنة. ولفت غصن إلى أن الأيام الماضية أثبتت أن لا غطاء فوق أحد، وأن الجيش يعرف كيف يتعامل مع كل مخل بالأمن، ولا يحتاج إلى ما يحدد له ما عليه القيام به أو أن يرسم له خريطة طريق بتحركاته وبالإجراءات الواجب اعتمادها، فهو صاحب القرار في معالجة أي تطور انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وهو يقوم بالمهمة لأنه يستمد حصانته من شعبه وأهله، ولأنه ملتزم قرارات السلطة السياسية. سوريا أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدمير عربة إسرائيلية دخلت من الأراضي المحتلة وتجاوزت خط وقف إطلاق النار باتجاه قرية بئر عجم التي تقع في المنطقة المحررة من الأراضي السورية، حيث توجد في هذه القرية مجموعات إرهابية مسلحة. وأشارت إلى أن هذا العدوان السافر يؤكد مرة أخرى تورط الكيان الصهيوني فيما يجري من أحداث في سوريا والتنسيق المباشر مع العصابات الإرهابية المسلحة. وقد ذكرت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مركبة أصيبت بأضرار من جراء إطلاق نيران من سوريا، إلا أنه لم يصب أي من الجنود الإسرائيليين. أفاد التلفزيون السوري بأن الجيش السوري أحبط محاولات عصابات إرهابية التسلل من لبنان إلى سوريا عبر مواقع عدة في ريف القصير في حمص، وألحق بها خسائر فادحة. وقال التلفزيون السوري إن عناصر الجيش تصدت للعصابات المتسللة عبر مواقع السرحاني وهيت إلى الحارة الشمالية في القصير، وأوقعت قتلى في صفوفها وجرحت آخرين ودمرت أدواتهم. كما أشار التلفزيون السوري إلى أن عناصر الجيش تواصل عمليات تنظيف المدينة وملاحقة العصابات المسلحة في المناطق الشمالية منها بعدما أعادت الأمن إلى باقي المناطق في القصير. وفي ريف حماة ضبطت قوات الجيش خلال تمشيطها بلدة حلفاية أجهزة اتصالات فضائية ولاسلكية وأسلحة وذخائر صواريخ وقذائف مدفعية وصواريخ كتب عليها لواء العالمين ومصنعا لعبوات ناسفة وكمية من مادة سيفور شديدة الانفجار، كما صادرت 57 عبوة ناسفة وضبطت مقر لجبهة النصرة في شمالي حلفاية. والآن ننتقل إلى صيدا، حيث منع فرع المعلومات أنصار المفتي أحمد نصار من دخول دار الإفتاء بعدما أقفل بوابته الرئيسة. التفاصيل نطلع عليها مباشرة من الزميل باسل العريضي. باسل، إذن ماذا في تفاصيل ما جرى تحديدا في دار الإفتاء في صيدا اليوم؟
يعني بداية كاترين، نبدأ من هذه اللحظات، أجواء دار الفتوى في صيدا في هذه اللحظات كما تشاهدون في الصورة خلفي، لا يزال هناك انتشار أمني كثيف جدا في محيط دار الفتوى من قبل عناصر المعلومات ومكافحة الشغب وقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. في هذه الأثناء تحديدا بعد الساعة الثانية عندما انتهى الدوام الرسمي لدار الإفتاء، غادر كل من المفتي المعين أحمد نصار والمفتي الشيخ سوسان، غادر دار الفتوى على اعتبار أن الدوام الرسمي قد انتهى. لكن الشيء الوحيد الذي خرق هذا الأمر هو قدوم الشيخ أحمد الأسير إلى دار الإفتاء، لكنه وجد أن الأبواب مغلقة وأن الدوام الرسمي قد انتهى في دار الإفتاء، فعاد أدراجه ولم يحصل أي شيء. في هذه الأثناء بعدما غادر المفتيان مدار الإفتاء، غادر أيضا جميع مناصري والمشايخ ومرافقي الشيخين دار الإفتاء، وبقي الأمر يقتصر الأمر فقط على العناصر الأمنية وبعض المواطنين والصحفيين. بداية الإشكال كاترين كان بدأ عند حوالي الساعة 7 أو 7:30 صباحا، عندما وصل الشيخ المفتي المعين أحمد نصار إلى دار الإفتاء في صيدا، وجلس على مكتب الشيخ المفتي الشيخ سوسان. وبعد حوالي نصف ساعة عندما حضر الشيخ سوسان إلى دار الإفتاء، تفاجأ بوجود الشيخ نصار في مكانه، وأدى يعني وكان هذا الأمر بمثابة بداية الإشكال الذي وقع. أيضا كان هناك وفد أيضا من دار الإفتاء في بيروت قد قدم إلى صيدا، موفد من المفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني. حاول هذا الوفد التحدث إلى الشيخ السوسان وإقناعه بالعدول عن الدخول إلى دار الإفتاء وتسليم الدار إلى الشيخ المعين، لكنه رفض ذلك. عند صلاة الظهر قام الشيخ نصار مع مرافقيه وأنصاره بالتوجه إلى مسجد أو جامع أبو بكر الصديق الملاصق تماما إلى دار الإفتاء لأداء الصلاة. وبعد الانتهاء من الصلاة، تفاجأ الشيخ نصار بوجود العناصر الأمنية، وكانت قد أقفلت الأبواب وطلبت من الشيخ الدخول فقط بمفرده إلى دار الإفتاء والإبقاء على مناصريه ومرافقيه خارج دار الإفتاء، لكن الشيخ نصار رفض هذا الأمر. بعد ذلك وصل قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد عبد الله إلى المكان، وطلب من مناصري أحد مناصري الشيخ نصار إبراز رخصة السلاح الذي بحوزته، فرفض هذا الأمر، ما أدى إلا مشادة كلامية. أيضا كان قد حضر وفد من تيار المستقبل إلى دار الإفتاء، وخلال تواجدهم هنا في هذا الدار جرت مشادة كلامية بين الطرفين، بين أنصار الشيخ نصار وعناصر أو وفد تيار المستقبل، لكن القوى الأمنية المتواجدة كانت بكثافة منذ الصباح حال دون وقوع أي إشكال. إذن كاترين، هذا بشكل عام وبشكل مختصر أجواء منطقة صيدا منذ الصباح حتى هذه اللحظة. في هذه الأثناء عاد الطريق دار الإفتاء وفتحت أمام المارة. كانت القوى الأمنية قد قطعت هذه الطريق بشكل كامل ومنعت مرور السيارات، وأبقت على القوى الأمنية الكثيفة جدا كانت في هذه المنطقة. لكن بعد انتهاء الدوام الرسمي ومغادرة الشيخين المكان مع مناصرهما، عادت وفتحت الطريق أمام المارة، لكن القوى الأمنية ما زالت متواجدة حتى هذه اللحظة في المكان. كاترين، شكرا لك باسل، إذا كنت معنا مباشرة من صيدا. يبدأ وزير الخارجية الأمريكية جون كيري اليوم جولة في منطقة الشرق الأوسط، يجري في خلالها محادثات لبحث الأزمة السورية إضافة إلى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. ويستهل كيري جولته من سلطنة عمان ليتوجه فيما بعد إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر ما يعرف بأصدقاء سوريا، كما يزور فلسطين والأراضي المحتلة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فنترل إن الولايات المتحدة وروسيا تعملان لعقد مؤتمر جنيف 2، لكن لم يتحدد بعد موعد انعقاده ولا المشاركون فيه. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن الأمر الأهم بالنسبة إلى المؤتمر الدولي حول سوريا هو موافقة المعارضة السورية على المشاركة فيه من دون شروط مسبقة. وقال لافروف إن زملائنا بمن فيهم الأمريكيون الذين تقدمنا بهذه المبادرة بصورة مشتركة معهم أكدوا التزامهم العمل مع المعارضة بشكل وثيق من أجل دفعها إلى تغيير مواقفها من بدء المفاوضات فورا والكف عن طرح شروط غير واقعية، مكررا مطالبته بإشراك جميع جيران سوريا وإيران في المؤتمر. وأضاف أنه يجب الاتفاق على ضرورة أن يحل السوريون كل شيء بأنفسهم.
قائلا: لا تناسبنا الأفكار التي تقضي بأن كل شيء ستجري كتابته من دون السوريين وهم سيوافقون على ذلك. المسلسل الدموي مستمر في العراق فيما يخيم شبح الحرب المذهبية التي عاناها العراقيون سنوات طويلة. أما على الجبهة السياسية فالحرب لا تقل ضراوة. بعد يوم واحد على سلسلة التفجيرات التي استهدفت مناطق متفرقة في بغداد والبصرة، ارتفعت حصيلة الضحايا لتقارب 100 قتيل و300 جريح، حيث استهدف تفجيران أحدهما انتحاري مسجدي الوردية والكريطعة الشيعيين في مدينة الحلة جنوبي العراق بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية وشهود عيان. الانفجار الأول صار بغير جامع، جامع الوردية، ما يقارب حوالي دقيقة أو دقيقتين، فصار انفجار ثاني بجامع الوردية قريب. هو شهداء وجرحى؟ والله ما يبالغ، حوالي 8 من هذا الجامع. في هذه الأثناء نجا موكب أحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين التي تشهد تظاهرات حاشدة ضد الحكومة منذ أشهر من هجوم بتفجير عبوتين ناسفتين جنوبي غربي كركوك، في وقت دخلت محافظة بابل حالة الإنذار القصوى بعد معلومات عن تخطيط مجموعات جهادية لاستهداف المدنيين. أما على الجبهة السياسية فاستمر الخلاف بين رئيسي الحكومة والبرلمان بالتفاعل، وقد خرج رئيس البرلمان أسامة النجيفي ليرد على اتهامات نور المالكي له بالتورط في الاضطرابات الحاصلة في العراق. فليس هناك تلكؤ في مجلس النواب، ولكن هي نوع من الضغط على المجلس ومحاولة تعطيل أعمال المجلس بعدم الحضور. ليس هناك تقصير، اللجان موجود فيها من كل الكتل ويعرفون تفاصيل إجراءات اللجان، فهذه الحجة مردودة وليس لها أي قيمة واقعية. أنا أؤكد أنه لا مشكلة شخصية أبدا مع السيد رئيس الوزراء، المشكلة أنه عدم احترام السلطة التشريعية من قبل السيد رئيس الوزراء والتعالي عليها وعدم القبول بالاستجابة لطلباتها المتكررة. وكان المالكي دعا لمقاطعة الجلسة الاستثنائية التي أعلن عنها البرلمان اليوم بحضور القادة الأمنيين بحجة أنها ستكون منبراً للخطاب الطائفي. أهلا بكم من جديد. رئيس الجمهورية يدعو إلى الالتزام بإعلان بعبدة ويدين القصف الذي طاول عكار. دان رئيس الجمهورية ميشيل سليمان القصف الذي طاول منطقة عكار وأوقع عددا من الجرحى، كما بحث سليمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري في بعبدة الأوضاع الراهنة، حيث تم التشديد على أهمية عدم انجرار الأفرقاء اللبنانيين إلى القتال الدائري في سوريا، انسجاما مع ما نص عليه إعلان بعبدة لجهة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وذلك حرصا على إبقاء الساحة الداخلية مستقرة سياسيا وأمنيا على وجه الخصوص، وأن أمام اللبنانيين استحقاقات أساسية سياسية وديمقراطية واجتماعية تفرض أن تكون محط اهتمام مسؤولين وقيادات قبل أي أمر آخر. كما ترأس سليمان في حضور ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة مسألة النازحين السوريين، حيث تم الاطلاع على واقع هؤلاء النازحين والتدابير المتخذة من أجل إيوائهم وتقديم المساعدات لهم في المجالات المتاحة. واطلع من وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور على المعطيات التي تكونت لدى الوزارة عن أعداد النازحين السوريين ومناطق تواجدهم، تمهيدا لضبط هذا الوجود وتقديم المساعدة اللازمة لهم. من جهة أخرى بحث سليمان مع وزير المال محمد الصفدي عمل الوزارة في فترة تصريف الأعمال والوضع المالي للدولة بشكل عام، واطلع من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير على العمل الهيئة لجهة تقديم المساعدات للبنانيين وللنازحين السوريين. كما تناول مع النائب السابق أسعد هرموش الأوضاع الراهنة بشكل عام وفي منطقة طرابلس ومحيطها بشكل خاص. والتقى أيضا سليمان القائم بأعمال سفارة الإمارات في لبنان حمد محمد الجنيبي وعرض معه للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. جدد النائب البطريركي العام المتران سمير مظلوم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التحضيرات لعقد المؤتمر الأول العام لمسيحيي الشرق في المركز الكاثوليكي للإعلام، جدد استنكاره حادث خطف المترانين في حلب بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم. وفيما عبر مظلوم عن ألمه على المترانين بصورة خاصة، دعا إلى بذل الجهود في سبيل إطلاق سراح المخطوفين في سوريا، في وقت لفت إلى أن هذا الحدث يعد نموذجا على ما تعانيه الأقليات الإثنية والدينية في بلدان العالم.
مذكرا بالمبادرات التي أطلقتها الكنيسة في السنوات الأخيرة للحفاظ على وجودها الفاعل. نسأل الله أن ينير عقول المسؤولين، كل المسؤولين في العالم، خاصة المسؤولين عن الدول العظمى، وأن يلين قلوبهم كي يبذلوا كل جهودهم لأجل إطلاق سراح المطرنين وإعادتهما سالمين إلى ذويهما وأبناء كنيستيهما، وإطلاق سراح كل المخطوفين ولا سيما الكهنة الذين خطفوا في سوريا، والذين كان المطرنان في صدى تفاوض لإطلاقهما عندما اختطفا بدورهما. القصير مدينة سورية حدودية مع لبنان ذاع صيتها أخيرا، فما هي أهميتها الاستراتيجية ولماذا المعارك محتدمة فيها الآن؟ تحقيق للزميلة دارين دعبوس. هذه صور لمدينة القصير السورية أو مدينة الأمراء والملوك التي كانت عبر التاريخ مرتعاً للغزلان. القصير التي تشهد اليوم معارك طاحنة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة ومعها جبهة النصرة هي إحدى أهم المدن في محافظة حمص، تقع في منطقة سهلية يروي العاصي جزءاً من أراضيها وتبعد من حمص 35 كيلومتراً ومن لبنان 15 كيلومتراً. سكانها يزيدون على 50,000، 80 منهم سنة والباقون من طوائف مختلفة. ولكن ما هي الأهمية الاستراتيجية للقصير جارة الهرمل؟ أهمية القصير على أن يمر بها شريط طريق استراتيجي يربط العاصمة دمشق بالساحل السوري أولاً. ثانياً، القصير جنوبي ريف حمص، من يسيطر على جنوبي ريف حمص يستطيع أن يقطع الطريق بين بعلبك في البقاع في لبنان وبين حمص. من يسيطر على مدينة القصير يسيطر على ريف القصير، وريف القصير يعني بيقطع الطريق يمكن أن يمتد إلى جبال عكار، ويسيطر بالتالي على الحدود السورية اللبنانية. في الأشهر الماضية انهمك الجيش السوري في الحرب على جبهات أخرى، فوقعت القصير تحت سيطرة المعارضة المسلحة التي أحكمت قبضتها عليها وبنت فيها ملاجئ وأنفاقا. وبعدما حقق الجيش السوري تقدما في ريف القصير بقيت المدينة مدينة القصير. فما هي الخريطة العسكرية للقصير؟ ثلاثة ألوية من الجيش السوري دخلت مدينة القصير بحسب العميد الركن المتقاعد دكتور هشام جابر، وتتألف الألوية من المغاوير والقوات الخاصة، ويقدر كل لواء ب2803,000، أي ما مجموعه 8,000 أو 9,000 جندي سوري تساندهم القوات شبه العسكرية التي تقاتل إلى جانب النظام المعروفة بـ Paramilitary Forces. محاصرة من ثلاث جهات، جهة شمالية بعدها متروكة لمغادرة المدنيين، دخل الجيش السوري المديني، دخل الساحة الأساسية رغم إنكار المعارضة، المسلحين شرسين جدا، عددهم مثل ما قلت بين 8,000 و 10,000، المسلحين يعتمدون تكتيك حرب العصابات، يعني الكر والفر، يعني هلا عندما يزيد الضغط عليهم داخل الشوارع أنا برأيي بدهم ينكفئوا ويقومون بعمليات إغارة. عمليات إغارة يعني مثل قطع الطرق، كمائن، نسف عبارات وجسور. معركة حرب شوارع حقيقية تقوم. حرب الشوارع أنا برأيي هي مش لصالح الجيش النظامي بالدبابات عادة إذا دخل بأسلحة ثقيلة، هي لصالح من يقوم بعمليات حرب العصابات. إذا استطاعت القوات السورية النظامية احتلال مدينة القصير والسيطرة على تلك المنطقة، يعتبر ذلك أنا برأيي نقلة نوعية أساسية في المعارك داخل سوريا وتقدم عسكري مهم. إذن حرب شوارع تدور على أرض القصير، ومن يمتلك الأرض في اللغة العسكرية يملك الورقة الأقوى في المفاوضات. دارين دعبوس، قناة الجديد.
أهلا بكم من جديد. ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار الذي اجتاح ضحية مدينة أوكلاهوما إلى 91 قتيلا بينهم 20 طفلا على الأقل. وأوضحت المسؤولة في القطاع الصحي في ولاية أوكلاهوما أنه عثر على 40 جثة أخرى، بينما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط 51 قتيلا. وغداة ذلك أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوكلاهوما منطقة كوارث، وأمر بإرسال معونة اتحادية لدعم جهود التعافي التي تبذلها سلطات الولاية والسلطات المحلية. وقال البيت الأبيض إن المعونة الاتحادية يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المباني وخسائر الممتلكات غير المشمولة بالتأمين وغيرها من جهود التعافي. وتشهد الولايات المتحدة أعاصير مدمرة ليس آخرها الإعصار ساندي قبيل الانتخابات الرئاسية. في لبنان مهرجانات بيبلوس انطلاقة عالمية رغم الأوضاع السياسية المتأزمة. انطلقت مهرجانات بيبلوس الدولية بحضور وزير السياحة الأستاذ فادي عبود ووزير الثقافة الأستاذ جابي ليون. وكعادتها تسعى مهرجانات بيبلوس لاختيار أفضل البرامج الدولية والفنية ذات القيمة الثقافية العالية، ولهذه السنة سوف تستضيف الأجواء الموترة. في أسماء رائعة ومهمة كتير عالميا رح تجي على لبنان، خبرنا كيف قدرت تقنعهم؟ بدالك شغلي لأنه الأجواء موترة يمكن علينا سقفنا، مثل كأنه في رياكشن من قبلنا على الأجواء الإقليمية الموترة. مهرجاننا كبير، عنا 12 ليلة وعنا برنامج لبناني كتير مميز يلي هو ليلة الصيف رحبانية، فيها أغاني الرحابن القديمة كلها. هو ب 17-18 تموز الساعة 9:30 رح يكون في مثل كونسير اسمه ليلة صيف رحبانية، واللي هو بيتناول كتير من الأعمال الرحبانية، الأخوان رحباني، منصور رحباني، الياسر رحباني. شغلي أنا مع الأستاذ مع غادي مع الأستاذ ومروان، وبطريقة أوركسترالية كتير كبيرة مع أوركسترا سيمفونية الأوكرانية بقيادة فلاديمير سيرينكو. هبا خبرينا عن حضورك رح يكون بفستيفال دوبي بلس. هالسنة مميزة لأنه ما بتختلف شو عن السنين اللي كنا موجودين فيها بمسرح الغنائي. أكيد تجربة كتير حلوة، يعني إنك تغني مع أوركستر سيمفونيك وإنك تكون عم تغني وعم تأدي أغاني هالقد يعني إلها قيمة فنية، فهذه تجربة كتير حلوة. ورح يكون وجودك بس غنائي ولا رح يكون في لوحات راقصة؟ لا، هو الوجود غنائي، هو ريتال غنائي محض، يعني ما في شيء ثاني. هلا بالنسبه لجبال مبدئيا كسولو رح اغني اغاني قديمه انا سبق وغنيتها بمسرحيه الشخص مثل بكره انت وجاي وانا عصفوره الشمس، واغنيه بخاطرك من فيلم اخر الصيف ولا الحان مروان رحباني، وبقيت ما بقى رح نعمل نغني نقدم مدليات مع سوليست مع بعضنا كأنصابل يعني. بس بدي اقول شغلي على بيبلوس انه برافو السنه، يعني تحدي كتير قوي لأنه كتير كبير وضخم، وهيدي بتبرهن قديش نحن لبنان وارهير يعني باقيين وبقوة صامدين كتير، يعني لأنه يعني بمثابة مهرجانات أوروبية وعالمية يعني بهالقوة. كان في هذه النشرة تجدد الاشتباكات في طرابلس، وصدى معارك القصير ينتقل إلى أكروم.
ومن العراق شبح الحرب المذهبية. ختاما شكرا وإلى اللقاء.